موجتنا السعودية ألف ألف أف أم برنامج عصريات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رحب فيكم في بداية الأسبوع الآن الأحد من برنامج عصريات اللي صار يأتيكم يوميا من الأحد وحتى الخميس على مدار ثلاث ساعات. طبعا يوم الثلاثاء خلاص راح يتغير البرنامج نهائيا. الله أعطانا وياكم عمر إذا شهر رمضان المبارك إن شاء الله، الله يبلغنا شهر رمضان. إذا صار يوم الثلاثاء لا راح يختلف برنامج وليد الخضير تماما، ما راح يكون طبعا في عصريات، راح يكون إن شاء الله البرنامج راح أقول لكم عليه بكرة بإذن الله، وراح أقول حتى الوقت إن شاء الله الله أعطانا عمر. طيب زي ما تعودنا وكالعادة هي الساعة الأولى الساعة الخاصة بالخلطات الطبيعية والعلاج بالأعشاب، أنا أخوكم وليد الخضير. بس المرة هذه راح نطرح موضوع في الساعة هذه وراح نتكلم وراح نقول الحلول حقتها، يعني انه وش سبب السمنه عندنا في المملكه العربيه السعوديه، خصوصا انه النساء يعني اكثر، يعني اعتقد المملكه العربيه السعوديه احتلت المركز الثالث عالميا في السمنه، يعني يا ريتنا محتلين في شيء ثاني، بس انه المركز الثالث عالميا اعتقد انه المملكه العربيه السعوديه احتلت في السمنه. يعني فليش عندنا السمنه منتشره كثير، وش السبب، وش الحلول؟ الحلول طبعا راح نقول كيف تتخلص من السمنه، وراح نقول برامج غذائيه، وراح نقول ايضا تمارين رياضيه تساعدك على التخلص من السمنه. بس نبغى ناخذ ارائكم الان عن طريق الرسائل وعن طريق الاتصال. عن طريق الرسائل تكتب يعني تعليقك وش سبب السمنه عندنا في المملكه العربيه السعوديه، سواء للرجال او سواء للنساء، بس يكون راي مقنع، يعني يكون راي مقنع على الارقام التاليه: اس تي سي 84770، موبايلي 640660، زين 746262، اتصال على 011-217-85-85 او 02-61-61-100. راح يقول برامج غذائيه، وراح يقول اشياء تنحفك، وراح يقول اشياء تحافظ على وزنك المثالي. بس خلينا نقول الفعاليه اللي عندنا قبل ما ندخل بموضوع عشان ما نطلع الموضوع ثاني. طبعا اليوم الاحد 28 شعبان 7/7 راح يقام الساعه الخامسه عصرا مؤتمر تيدكس جده الحلم في القاعه الرئيسيه بفندق الهيلتون. طيب يعني المؤتمر هي يعني في ثلاث اقسام للمؤتمر اللي هي الفكره والفعل والتاثير. راح يكون مقدمين الحفل ياسر البكر ومحمد بازيد، الى جانب شادي عبد العزيز وفراس يغمر. طيب المؤتمر يقام كل سنه ويقيمه الاستاذ بندر المطلق، وهو بعنوان جده الحلم. شاركوا الحدث عبر هاشتاج جده اندرسكور الحلم، وعلى تويتر اللي هو آت تيدكس جدة، وألف ألف طبعا إذاعة ألف ألف أف أم إذاعة حصرية. هذا ما راح يكون أيضا مراسلين فعالية راح يكون متواجدين، كل من نواف قاري، محمود سعد، طراد سندي. هذا هو يعني الزبدة في الفعالية، إنه اليوم راح يكون موجود الحدث إن شاء الله الساعة الخامسة عصرا، مؤتمر تيدكس جدة الحلم في القاعة الرئيسية بفندق الهيلتون. طيب نبدأ الآن، نبدأ أذكركم بس شوف بدأ شوي بالمسجات. طبعا خلينا نقرأ شوي بالمسجات طبعا اللي أرسلوا، يعطيكم العافية. بس إنه اليوم راح نخصص بس يكون خفيف يعني أسباب السمنة في المملكة العربية السعودية سواء عند الرجال أو عند النساء على اس تي سي 84770، موبايلي 640-660، زين 746-262، أو الاتصال على 011-217-585 و 02-61-61-100. طيب علاج ضمور عصب العين أبو محمد، هذا مش موضوعنا يعني، أعتذر منك يعني. السلام عليكم، ما هو أفضل من نظف الهرمونات عشان يحدث الحمل؟ أم رسيل، مش موضوعنا. كيف يستخدم نبات السعد؟ إن شاء الله كل هالأشياء هذه بنجاوب عليها بس مش اليوم يعني. شكرا يا ياسمين، يعطيك العافية. اللي عندك الياء بالصدر ممكن تدخلين على الحلقات السابقة في حسابي الخاص في تويتر، ويدخلي بالعربي ويدخلي بالإنجليزي، وتكلمنا على الأورام الحميدة اللي موجودة، ممكن نتخلص
منها باشياء بطرق عده قلناها. اذا كان حميد تدخين على حسابي الخاص في تويتر تلاقينها بالمفضله، او على تدخين في اليوتيوب تكتبين برنامج عصريات تطلع لك حلقات كامله هناك. سبب السمنه كثره الاكل واهمها الكبسه. السبب طبعا كاتب مطاعم يعني، وكاتب المعصوب بس انه ما اقدر اقول اسماء المطاعم. طيب راح اتكلم شوي بس عن الخلطة للتنحيف، بما انه السمنة عندنا يعني فوق العادة في المملكة العربية السعودية. طبعا هذه خلطة للتنحيف، عصير ليمونة، عصير ليمونة، تاخذ ليمونة وتعصرها، نص ملعقة من الكمون، زنجبيل اخضر اللي هو الطازج بحجم يعني يكون صغير شوي حجمه، وورق النعناع، وتحطهم بسط البراد، تصب عليهم كاسين من الموية، تخليهم على النار يغلون تقريبا مدة 10 دقائق، بعد كذا تطفي عليه تخليه يبرد شوي وتصفي وتشربه. طبعا الليمونة تخليها يعني كاملة، مش يعني ما تعصرها وترميها، لا تخليها كاملة بوسط البراد، تخليها كاملة بوسط البراد، هذا تشربها بعد كل وجبة، هذا تشربها بعد كل وجبة، هذا تسمى خلطة التنحيف للأعشاب، تسمى خلطة التنحيف. طبعا عصير ليمونة، تجيب الليمونة تقطعها نصفين وتحطها وسط البراد، نص ملعقة من الكمون المطحون، زنجبيل أخضر تجيبه وتبشره حبة واحدة، تقشره وتبشره وتحطه وسط البراد، وورق النعناع تصب عليهم كاسين من الموية وتخليهم يغلون مدة 10 دقائق، بعد كذا تصفيه وتشربه بعد كل وجبة، يعني بعد الفطور كاسة، بعد الغداء كاسة، وبعد العشاء كاسة. طبعا قلنا قبل الزنجبيل والشاي الأخضر والنعناع له مفعول عجيب بعد كل وجبة. أيضا من الوصفات الموجودة في الأعشاب اللي هو تأخذ ملعقتين من اليانسون تحطها على موية مغلية وتشربها على الريق، تضيف ملعقتين من اليانسون تحطها على موية مغلية وتشربها على الريق. كل الوصفات هذه ما تنفع إلا إذا استخدمت نظام غذائي دايت ورياضة، من غير ذولي الوصفات هذه ما تنفع أبد. راح نقول خلطة لإنقاص الوزن 10 ما لا يقل عن 10 كيلو شهريا. راح نقول الآن وصفة ما لإنقاص الوزن ما لا يقل عن 10 كيلو شهريا، بس بعد ما نطلع فاصل وبعدها نواصل، خليكم معنا. موجتنا السعودية ألف ألف أف أم، برنامج عصريات. يا هلا والله، مرحبا، رجعكم مره ثانيه ويا مكملين الساعه الاولى والجزء الثاني والخاصه اليوم بالسؤال. طبعا طرحنا سؤال وناخذ اجاباتكم على السؤال، وايضا راح نعطيكم برامج غذائيه واشياء تساعد على التنحيف. طبعا السؤال ما هو سبب السمنه في المملكه العربيه السعوديه عند الرجال وعند النساء على STC 84-7700 موبايل 640-660 زين 74-6262 اتصال على 011-217-5885 أو 02-61-61-100. طيب إمام متروك بيدك العافية، وتقول بالنسبة لموضوع السمنة السبب الأكل والنوم. بيدك العافية شروق، كل الناس إن شاء الله بخير. طبعا في اتصالات كثيرة بس أنه أنا ما راح أفتح الاتصالات الآن، يعني أرجع للموضوع اللي هو قلنا قبل شوي أنه في خلطة لإنقاص الوزن ما لا يقل عن 10 كيلو شهريا، ما لا يقل عن 10 كيلو شهريا. طبعا المكونات، طبعا أي وصفة، هذا أنا أعيد وأقول، أي وصفة بدون نظام غذائي ولا رياضة ما تجيب معك نتيجة. المكونات طبعا 150 جرام من بذور الكتان المطحون، 100 جرام من المردقوش، 100 جرام من المرامية، طبعا كلها مطحونة تخلط مع بعض، وتأخذ ملعقة كبيرة حقت الطعام، هذه حقت الأكل، ملعقة كبيرة من الخليط وتحطها في كاس موية حارة لمدة 10 دقائق، بعد كذا تصفيها وتشربها 3 مرات بعد الأكل بربع ساعة، يعني بعد الفطور بربع ساعة، بعد الغداء بربع ساعة، بعد العشاء بربع ساعة، ويفضل المشي.
بعد ما تاخذ الاعشاب هذه لو ربع ساعه اقل حاجه ربع ساعه. طبعا الساعه اللي تمشي من 45 دقيقه الى ساعه هذه حاجه ثانيه، لكن مع الوصفه هذه يفضل انك تمشي بعد ما تاخذ الاعشاب لو ربع ساعه يوميا، هذه غير اللي تمشيها من 45 دقيقه الى ساعه، هذه بس عشان تجيب معك النتيجه افضل. تمشي بعد ما تاخذ الاعشاب ربع ساعه، لو ربع ساعه اذا بتزود 20 دقيقه 25 30 كويس. طبعا STC 847700 موبايل 640 660 زين 7462. انا عارف انه مو موضوع اليوم بس بتصلك اليوم، عرفت اوصل لك، عندي مجموعه صغيره كل شوي تطلع في مكان وتسبب لي حكه. ابراهيم مش موضوع لو بجاوب عليك، يعني مو مساله تردني ولا ما تردني، يعني بس انه لو بجاوب عليك بجاوب على الناس كلها يا ابراهيم. ايضا في طريقه ثانيه لعلاج السمنه، طبعا يعتبر الشاي الاخضر الصيني، طبعا الشاي الاخضر الصيني من افضل انواع الشاي طبعا، والمراميه البابونج هو المفروض انه يضاف معاه السنمكي، بس انه السنمكي راح يخليك تداوم يعني تكرمون في دوره المياه لانه قوي جدا، واصلا السنمكي مش ما يفضل انه يستخدم اكثر من 3 أيام متواصله. فالوصفة هذه اللي هو الشاي الأخضر الصيني والمرامية والبابونج، طبعا معروف انه المرامية والبابونج من الأشياء اللي تسد الشهية، فهذا تاخذه انت قبل الفطور وتاخذه قبل النوم، تشربها قبل الفطور تشربها قبل النوم، هذا معروف انه من الأعشاب اللي تسد الشهية اللي هي المرامية والبابونج. ايضا بالنسبه للاعشاب هذه طريقه لاخفاء البطن في شهر واحد، اللي هو شرب ماء دافي مع ليمون محلى بعسل نحل طبيعي وعرق سوس وزنجبيل على الريق. بس اعيد واقول لازم رياضه ولازم نظام غذائي. شرب ماء دافي مع ليمون محلى بعسل النحل الطبيعي، مش اللي بالبقالات هذا، لا عسل النحل الطبيعي والعرق سوس والزنجبيل على الريق. سيد الله مساك ويد، انا حاب اعرف اذا كان وزني مناسب ولا لا. طيب شلون ندري؟ لا كتبت لي اسمك ولا وزنك ولا طولك، اعطيني وزنك وطولك، اسمك ووزنك وطولك وانا اقول وزنك مثالي ولا لا، كم عندك زياده كم عندك نقص كذا يعني. ايضا من الخطوات الاخرى الخاصه بالتنحيف، جيب 100 جرام من الرجله حبوب أو بذور الرجلة، 100 جرام من بذور اسمها بذور الكابلي، 100 جرام من رجل الأسد، 100 جرام من الخردل، طبعا تخلط كلها مع بعض تكون مطحونة، وتاخذ ملعقة قبل كل وجبة، قبل الفطور ملعقة وقبل الغداء ملعقة وقبل العشاء ملعقة، هذه من الأشياء تساعد على التنحيف. وليد سألتك عن حبوب الزينكال، أعطيني اسمك عشان أجاوبك. مش بطالة عموما يعني حبوب الزينكال مش بطالة، لازم بس لازم يعني ما لها المفعول القوي، ما لها المفعول القوي يعني، بس انها مش بطالة ولازم نظام غذائي، من غير نظام غذائي ما تجيب نتيجة، من غير نظام غذائي ولا رياضة اي حاجة ما تجيب نتيجة، لانه اصلا الدهون يكون عندك صعبة تتخلص منه، لازم تتخلص منه عن طريق المشي طبعا ما يقل عن ساعة يوميا، تخلص منه عن طريق نظام غذائي يكون اكلك نظيف ما في لا دهون ولا كارب ولا سكريات ولا الاشياء هذه، لازم النشويات لازم يكون أكلك نظيف، لازم يكون أكلك نظيف. نطلع فاصل، نطلع فاصل وبعدها نواصل، خليكم معنا. موجتنا السعودية ألف ألف أف أم، برنامج عصريات.
يا هلا والله غلا مرحبا، راح فيكم من جديد في الجزء الثالث من الساعة الأولى الخاصة باليوم أسباب السمنة في المملكة العربية السعودية. ناخذ آراءكم من خلال الرسائل على STC 84 7700، موبايل 640 660، زي 74 6262، اتصال على 011 217 85 85 أو 02 61 61. الآن راح ناخذ اتصالاتكم، بس نقرأ شوي المسجات. أنا هبة وزني 55 وطولي 160. هبة أنزلي، وزنك 55 وطولك 160، أوكي وزنك تمام يعني 55 ممكن توصلين 56 يا هبة، 57 58 59 يا هبة، أوكي عادي يعني، يعني حتى لو يعني خلي الزيادة 2 كيلو زي كذا خليها في رمضان، ولو أنه رمضان ترى من أفضل الشهور اللي ممكن الواحد ينزل فيها، بس المشكلة أنه كل شيء نستخدمه يعني مقلي بالزيت، هذه هي المصيبة. يعني في أشياء في رمضان، ترى رمضان من أفضل الشهور اللي ممكن تتخلص من الدهون الموجود في البطن، ممكن تتخلص من أشياء كثيرة سهلة تنزل حتى أو تنزل وزنك. يعني يعني في بعض النصائح خاصة في شهر رمضان، أنه طبعا بالنسبة لوجبة الفطور يعني لازم أن يكون تحتوي على كمية كافية من النشويات والبروتين، الخضار تحرص طبعا، مشكلة أنه عندنا القلي بالزيت أسهل حاجة، مثلا السمبوسة والأشياء هذه كلها مقلية في الزيت. في طريقة ثانية يعني ممكن تحطها في الفرن، ترى بالفرن من غير زيت من غير حاجة، يعني اسم بس مسحة عكس ما تقليها بالزيت. لما تكون مليانة أو مقلية بالزيت تكون غنية بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة التي تسبب السمنة وأمراض القلب. ايضا خاصه اذا جاء رمضان ناس تشرب عصير وتشرب توت، التوت والعصير هذا يعني قدر الامكان تقلل منه، لانه مش مشكله يحتوي على كميه كبيره من السكر، ايضا يحتوي على كميه كبيره من الالوان الصناعيه، ايضا تسبب في زياده الوزن، واصلا ما له اي قيمه غذائيه. التوت والعصير هذا الناس تشتريه ما له اي قيمه غذائيه، فقط انه الناس تعودت عليه في رمضان، اللي هو العصير والتوت والكويكر والاشياء هذه، فقط مجرد تعود لا اكثر ولا اقل. على الاقل الكويكر يعني فيها الشوفان، يعني من الاشياء الغنيه جدا مفيده للجسم، لكن العصير والتوت قلنا انها بس فقط تزيد الوزن، تحتوي على كميه كبيره من السكر، تحتوي على الالوان الصناعيه، افضل الواحد يبدلها بعصير طازج، هذا الافضل اذا ما تبي وزنك يزيد، هذا من الافضل انك تبدلها بعصير طازج. طيب اخوي وين رايك في كريم الزنجبيل لحرق الدهون يبيعونها في العطارين؟ لا مش كويس، ما يجيب نتيجة. الكريم اللي تاخذه وتدهن على الأماكن اللي فيها الدهون الزايدة كخارجي، كريم خارجي، لا والله لو إيش والله ما يجيب نتيجة. النتيجة إنك تحرق الجسم الدهون اللي في الداخل، يعني عارف تمشي تحرق الدهون في يعني ساعة يوميا تحرق الدهون اللي موجودة عندك، تتحرك، الأيروبكس، نظام الغذائي، السباحة، الدراجة، الكروس اللي هو الأوبتيكال، هذه الأشياء اللي تحرق. أما الكريم وما الكريم والأشياء هذه لا، لو تقعد تدهن من هنا إلى بكرة وما تأكل شيء وتدهن ما راح يجي معك نتيجة. طيب أنا زواجي في نهاية شوال، عمري 37 ووزني 90 وطولي 145، لازم أنقص 90 كيلو وجسمي مرة مليان من الكرش فوق، أبغى أستغل الصيام ومنك رجيم. هذا قلنا بكرة طبعا يوم الاثنين إن شاء الله الله أعطاني عمر قبل رمضان، راح تكون حلقة مخصصة تماما لشهر رمضان، راح تكون حلقة مخصصة تماما لشهر رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى. وطريقة موية الزعتر العطري، قلنا موية الزعتر العطري تشرب على الريق، تاخذ فنجان منه وتصبه في كاس موية حارة وتخليه 10 دقائق بعدين تشربه على الريق، وترى من غير نظام غذائي ولا مشي رياضة ما ينفع. نفس الحكاية حتى في رمضان تشربه على الريق، يعني شلون أول ما تفطر تشربه في البداية هو نفس الحكاية، يعني لازم يكون هو أول حاجة يدخل المعدة عندك. نوري بالنسبة للأنيميا، والأنيميا مش موضوع الآن، أعتذر منك يعني. طيب علين وليد، وزني او طولي 176 ووزني 55، لازم تزود وزنك يا احمد، يعني تقريبا عندك 20 كيلو ناقص، عندك 20 كيلو.
طيب روح ناخذ شوي من الاتصالات. اذكر بس بارقام التواصل اللي حاب يعطينا رايه وسبب السمنه عندنا في المملكه العربيه السعوديه من خلال الرسائل على STC847700 موبايلي 640-660-74-6262 اتصال على 011-217-5885 او 02-61-61-100. روح ناخذ اتصال. يلا اوكي نقول الو. الو حياك الله اختي. اسمك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك اختي؟ معك حواء. حواء طيب حواء كم وزنك يا حواء؟ وزني 84. ايوه طولي 160. طيب وش سبب السمنه يا حواء خاص عندك انت يعني خاصه يعني انت انت يا حواء ما شاء الله يعني عندك تقريبا 25 كيلو زياده يا حواء او يعني عندك تقريبا 25 كيلو زياده يعني انت المفروض يكون وزنك 58-59 زي كذا. ايش الحل؟ لا مو ايش الحل، انا اسالك ايش سبب السمنه عندك. الحل انك تسكرين فمك، ما تاكلين اشياء فيها دهون ولا تاكلين وجبات سريعه، ما تاكلين شوكولاتات، ما تاكلين حلا. هذا الحل، انك تتبعين نظام اكل يكون نظيف يعني بياض البيض، الجبن القريش، صدور الدجاج مشويه ولا مسلوقه، ما تكون مقليه، التونه العلبه الصغيره يا بالزيت تغسلينها او بالمويه والملح برضو تصفينها، السلطه في سلطه حارقه تعتبر حرق الدهون اللي هي بقدونس، خس، جرجير، سماق، ملفوف، عندك برضو المشروب اللي قلناه الزنجبيل مع الشاي الأخضر مع النعناع بعد كل وجبة مباشرة. هذه الأشياء اللي تكينها. إذا مليت صدور الدجاج عندك سمكة واحدة مشوية، عندك يعني ابعدي عن الخبز لأنه عندك وزنك، إلا إذا الصباح تبين تكين ربع رغيف خبز بر أو توست بر، هذا اللي مسموح لك. هذه الأشياء اللي ممكن تكلينها يعني. روح ناخذ اتصال اللي بعد. الو. الو حياك الله. اسمك اخوي؟ معك بدر عتيبي. طيب تفضل تعليقك. والله طال عمرك لا 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 لا. انا بنفسي بقول لك وش كيف كنت والان يعني كيف الجسم عندي. طبعا انا طال عمرك قبل يمكن سنه ونص كان وزني 131، انا طولي 173. بعد طال عمرك يعني خلاص وصلت لمرحلة الزيات، قلت خلاص ببقى زي كذا أو أزيد. لكن بعد ما شاركت لي في نادي رياضي وأصبحت طال عمرك أخذت لي شاي أخضر وقللت وجبة الرز هذه بالذات خليها يوم الجمعة بس. عرفت؟ فاللهم لك الحمد يعني خلال 4 أشهر نزلت ما يقارب 35 كيلو. ما شاء الله. عرفت الآن اللهم لك الحمد، الآن الوزن عندي حوالي 84 بس باقي ما دخل مزاج لين أنزل في 70. إيه عندك عندك 11 كيلو باقي لك. إيه بس كويس إنجاز. إيه الشاي الأخضر بالذات يعني بكثرة عندي مستمر فيه وهو اللي أشوف له فائدة كبيرة. الرياضة اللي أنت تلعبها والأكل اللي تلعبه هو اللي له فائدة. الشاي الأخضر مجرد يساعد ترى. الشاي الأخضر ترى يسهل الهضم يعني عارف. الزنجبيل هو اللي يحرق الدهون، عشان كذا يقول احنا زنجبيل مع شاي أخضر مع نعناع. الشاي الأخضر بس يساعدك على الهضم. في نفس الحكاية على قولهم أمها وأبوها هي الرياضة. إيه أكيد الرياضة والأكل ساعة يوميا أكيد لها فائدة أساسا. حتى سبحان الله في نومك حركتك رايح جاي صحيح. تحس في تغير أساسا. صحيح. يعطيك العافية. شكرا يا بدر يعطيك العافية. نطلع الفاصل الغنائي ونرجع مرة ثانية نكمل. موجتنا السعودية ألف ألف أف أم برنامج عصريات. يا هلا ولو غرام مرحبا، رجعكم مرة ثانية مكملين الساعة الأولى والخاصة اليوم بأسباب السمنة في المملكة العربية السعودية، وقلنا بعض الحلول وأيضا أخذنا آراءكم عن طريق الرسائل STC847700 موبايل 640-660 07-462-62 اتصال على 011-217-5885 أو 02-61-61-100. طيب نرجع بس شوي لمسجاتكم. هنا النوري، انا عندي طبعا هي تقول انا ارسلتك ابغى وزني مش على الانيميا. اوكي النوري، انا عندي انيميا منجليه وراثيه وطولي 148 ووزني كان 40 وخلال 4 شهور وصل 56. كويس ان عندك انيميا منجليه وقدرتي يوصل وزنك يعني ارتفع وزنك. رحت لاخصائيه تغذيه وتقول زياده وزني بسبب قله الوجبات لانه اكلي قليل، انا حاب انزل وزني
وثبت مع العلم اني لم اقدر امارس الرياضه بسبب تعبي الانيميا المجريه. اول شيء شوف يا النوري، اهم حاجه اي احد عنده انيميا، اهم حاجه طبعا عصير الليمون، هذا من الاشياء الاساسيه انك تشربينها بعد كل وجبه، عصير الليمون الطازج بعد الفطور وبعد الغداء وبعد العشاء تشربينه مباشره. ثاني حاجه انك ربع كيلو من الفراوله يوميا، ربع كيلو من الفراوله يوميا، هذا عشان يروح التعب عندك، عشان يروح التعب عندك، ربع كيلو من الفراوله يوميا، حزمه كامله من الجرجير يوميا، ايضا ملعقه مليانه من مطحون الحلبه مخلوطه بالعسل الطبيعي، هذا قبل الوجبات بربع ساعه، قبل الفطور وقبل الغداء وقبل العشاء بربع ساعه. تخذين مجموعه فيتامينات يا من صيدليه من اعشاب الجي ان سي، هذا لازم ضروري، واستمري على الاشياء هذه بيريحك من الاشياء اللي عندك. لما تتخلصين من الاشياء هذه بترتاحين، تصيرين تمارسين رياضه والاشياء هذه بينزل وزنك. حمد طولي 188 ووزني 89، يعني عندك كيلو تقريبا، يعني لو تنزل 88 87 86 85 احسن لك. وكيف ما احس بالعطش في رمضان؟ ابدا الاكلات اللي يكون في مملحه، ابدا الاكلات المخللات والاشياء هذه اللي تعطش، ابعد عنها تماما. حاول، في ناس يقول لك يشرب عشان مره واحده وخلاص، لا تشرب كميه كبيره مره واحده فخلاص، لا اشرب على دفعات، يعني كاس الحين، كاس بعد ساعه، كاس بعدها زي كذا، بحيث انه يوصل خلال لما يجي السحور انك تشربت من 8 الى 10 اكواب يوميا، هذا ما يحسسك بالعطش. ايضا من الاكلات اللي الالياف من الاشياء اللي يعني ما تحسسك بالعطش. ايضا حاول تقلل قدر الامكان في رمضان من شرب الشاهي والقهوه، لانه هذا يساعد على فقدان السوائل في الجسم، فتحتاج انك تشرب مويات. كثره القهوه والشاهي في رمضان هذا يساعد على فقدان السوائل من الجسم، بيخليك تحتاج انك تشرب مويات. وبعدين طبعا حتى السكريات والاشياء هذه تعطش، فحاول تقلل قدر الامكان منها. طيب ابو احمد وزني 100 وطولي 181، عندك 19 كيلو زياده. احلام من مكويد، اقدر اطلب حبوب الايو 6 معلومات عشان اقدر اطلبها من برا، لانه عرفت انه في انواع. طبعا يا احلام، في انواع، في ثلاث انواع طبعا، في انواع مخصصه للرجال وفي انواع مخصصه للنساء. طبعا في الخفيف وفي الوسط وفي القوي اللي هو البلاك، اقوى حاجه يعني. وممكن ايش معلومات، هذه المعلومات اللي قلت لك طبعا، تاخذينها الصباح قبل الفطور، وتاخذينها قبل التمرين ب 45 دقيقه، تاخذينها قبل يعني مرتين باليوم، تاخذينها قبل التمرين ب 45 دقيقه. سهل انك تطلبينها هنا موجوده، ما يحتاج تطلبينها مره، يعني هنا موجوده. طيب ريما، انا وزني مثالي بس عندي كرش خفيف، ابغى نظام غذائي في رمضان ينزل. لا تكليم، لا يكون اكلاتك يعني خاص، لا تتغدين وتنامين او لا تتعشين وتنامين، ولا يكون اكلك ثقيل في الليل، حاول يكون اكلك مثلا مجرد زبادي خالي الدسم في الليل يعني. طيب اوكي، نروح ناخذ شوي من اتصالاتكم على 011-217-585-85 او 02-161-161-100. طيب ناخذ اتصال، نقول الو. الو، طيب اتصال اللي بعده. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اسمك؟ معك هند. طيب تفضل يا هند. هذا برنامج عصريات، تعال هوا يا اختي، تفضل. طيب انا بسألك، اخوي يمكن قد في رجله اختي، هذه الحلقه مخصصه عن السمنه فقط وعلى كيف تتخلص من وزن الزايد فقط. يعطيك العافيه اختي، شكرا جزيلا. روح اتصال لي بعد. الو، اسمك ومن وين؟ وعليكم السلام. رنا، تفضلي يا رنا. انا طولي 153 ووزني 54. طيب يعني عندك تقريبا 2 كيلو زياده، ايه سهله انك تتخلصين منها يعني. صح، اروح للي بعد. الو، الو، اسمك؟ الو، اسمك ومن وين؟ معك سامي من مكة. تعليقك تفضلي. سبب السمنه انا عندي اني لما اكون متضايقه اروح احس حرج في الاكل، اكل حتى وانا تعبانه تبعانه كذا. اوكي طيب، روح اتصال لي بعد. الو، اتصال جديد. الو،
الو صالي بعده تفضلي. مساء الخير. اسمك؟ مع كريمة من أبها. تعليقك؟ تعليقي شوف أنا شو اسمه، أنا وزني 45 وطولي 150. طيب يعتبر كويس يعني واصل الحد الأدنى يعني. يعني كذا صح؟ يعني واصل الحد الأدنى يعني 45 أقل حاجة، ما تنزل على 45 عشان ما يصير عندك يعني نحافة زايدة. خليك 45 46 47 48 اوكي 49 اوكي يعني. بس انت واصل حدك الادنى يعني، في حد ادنى وفي حد اعلى بالنسبه للوزن. يا طيب اخويا ابغى شو اسمه تشاركين بايش؟ بالموضوع بالسمنه. يلا تفضلي. شو اسمه الحين البنات لما تكون عندها تكون دبيه البنت، فهي يعني عشانهم ياكلون كذا ويقعدون ما يطلعون كثير، او بس الشباب لا تلقاهم اكثر شيء برا. طيب في رجال في بعد شباب دبه يعني؟ لا ما في دبه. وين عايشه انت؟ ما تطلعين في الشارع؟ لا ما اقصد يعني ما يطلعون يتمشون. لا لا انت تطلعين في الشارع، تطلعين تروحين السوق تشوفين الناس اللي في الشارع؟ لا لا ما هو كذا. لا انا اسالك يعني سؤالي واضح، انت تطلعين الشارع تشوفين الناس وهم يمشون؟ ما تشوفين دبوبة أبد؟ إلا والله شوف. على أدري عنك دوي ما في مليان شباب خاص. روح بس أنت المطاعم وشوفي ما يعني ما شاء الله إله إلا الله يطلب أشياء أنت النحيفة ما تقدرين تطلبينها. خافيني. هو ممكن إن شو اسمه هو ممكن زعلان في حط حرته في الأكل. بس البنت لا يعني تلقاها عشانها فاضية كذا تأكل دب في الأكل عشان كذا. طيب. أوكي ذكي العافية. الله يرضى على السطر.